فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. حماة الحماة يا حماة الحماة هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموتوا نموتوا ويحيا الوطن مدام حنان الخميرة ان شاء الله يا ربي بتاع شو ولا يا ربي باش يبارك لك الله يحفظك ويحفظ غيراتك ويحفظ صحتك ان شاء الله. لانه ما دخلتش الغادي انا سارق من الشعب وما دخلتش الغادي لاني درست الانتخابات وما دخلتش الغادي خاطر عزمت التوازن دخلت الغادي لانه الانقلاب هذا مش انقلاب ضد الفاسدين انقلاب لتصفية خصومة وتصفية الديمقراطية. نحن نقرب شوية. اليوم مشيت طوعا لهنا وانا اللي ما يعرفوهش الناس اللي مش انا ما حبيتش نمثل للقضاء وانما زملائي المحامين هم اللي منعوني وانا ما كنتش نرضى انه زميلي الرائع الاستاذ مهدي زقروبة يمثل وانا لا لا وانما زملائي هيئة الدفاع هم اللي رفضوا وانا نفهم ايش معناها هيئة الدفاع وقداسة هيئة الدفاع فكنت منضبط لهذا اليوم بالتنسيق معهم تقدمت طوعا للمحكمة صار اللي صارت عملية اختطاف وجريمة من حرم المحكمة لأن الباب هذاك تابع وزارة الدفاع وتابع الثكنة بتاع باب سعدون وتابع حرم المحكمة العسكرية هذا المكان اليوم المفروض نفس المكان هذا تعرضت لمحاولة اغتيال لأنه وقت اللي طيحوني على المادة تقريبا 10 سنتي على راسي وبطريقة ما نعرفش ناس ما تعرفهمش ناس ما تعرفهمش ناس ما نعرفهمش فيهم حتى اللي ينسيه شرطوات سيشارات سيشارات سيارات مدنية عصابات اللي صار اليوم عصابات وميليشيات اللي صار اليوم جريمة مكتملة الأركان جريمة اختطاف وجريمة احتجاز خارج القانون ونحب نشكر القضاء العسكري ونحب نشكر السيد قاضي التحرير لأنه تحت الضغط اللي صار المدة اللي فاتت الكل تحت الضغط اللي يوصل حتى لدرجة الهرس أحيانا احنا رانا عندنا سنين طويلة نوبوا قدام المحكمة العسكرية وعلاقتنا ممتازة جدا بالقضاة وبالكتبة وبالأعوان علاقتنا بهم جيدة جدا ما حبيناش المحكمة العسكرية يتم إقحامها وتوريطها في تصفية خصومات سياسية احنا ما زلنا نواب شعب ما ثماش حاجة اسمها مجلس مجمد ما ثماش حاجة اسمها نواب مجمدين اللي اعطانا ثقة هو الشعب ما ينحيها الا الشعب عبر آلية واحدة اسمها الصندوق عبر